المعاناة حدث ولا حرج، وكيكون محاصر في الثلوج يعني في هذا الفصل ديال الشتاء، وكي يعني كيكونوا طلقان كلهم مسدودين، ما كاين حتى شي تدخل ديال المسؤولين، وكل عام يعني الصراخات كتخرج من الدوار ولكن ما كاينش اللي كيتسوق لهم، يعني كيموتوا بوحدهم وكيتقتلوا بوحدهم. هناك يعني انعدام، كاين مستوصف ولكن ما فيه حتى شي حاجه، لا دواء لا حتى شي حاجه، وما كاينش ممرضات تريد النساء الحوامل اللي كيمشيو ضحايا واللي كيحصد يعني الموت ارواحهم كل سنه. وكاين دوار اخرين، هذه هذا دوار تيقاجم، يمكن كاين دوار ديال امزه اللي كيبعد 7 ديال الكيلومترات، هذاك راه مقطوع العالم الخارجي الى يومنا هذا، راه مازال يعني محاصر تما، ما عنده طريق، ما كاين لا ضو لا طريق لا سبيطار لا حتى شي حاجه، الناس راهم غير مليوحين تما ومنسيين وما كاينش اللي كيتسوق لهم. دونك هادشي شي شويه راه خطير بزاف، وكنتميو لهاد الدوله وكنشوفو شنو هو ذنبنا، يعني كنتعاقبوا بهذه الطريقه هذه، شنو هو ذنبنا؟ ذنبنا على اننا كنتميو لواحد المغرب اللي عندهم مسؤولين ما عندهمش ضمائر حيه وما عندهمش الغيره على البلاد ديالهم وعلى الناس ديالهم. هادشي شويه راه خطير بزاف يعني، وكما المجتمع المدني راه يعني ذوق ناقص الخطر. ثلاث ايام والدوار محاصر، ما يعني حتى الوزاره التجهيز ما قداش باش انها تفتح الطريق، الى درجه ان كنشوفوا راسنا بحال راه حنا في مربع معبر رفح، حنا في المغرب وكنحسبوا راسنا راه مازال في معبر رفح، مادام ان السلطات ما قادينش يفتحوا الطريق. زائد واحد القضيه نشير لها، نعم، الناس في هذه المناطق الجبليه راه ماشي في حاجه ديك الصدقه وديك المعاونه، وما في حاجه المسؤولين على انه انا كنقولها وكنتحمل المسؤوليه ديالها، الناس ماشي في حاجه دوك الصدقات وداك المعاونه اللي كيعطوا، حنا في حاجه للمسؤولين باش انهم يعني يوفروا جميع المسائل جميع المتطلبات الحياه اليوميه ديال المواطن. ما كاين حتى شي حاجه، البنيه التحتيه ما كايناش، فهاد الحر ما كاينش، الطريق ما كايناش، الماء ما كايناش، الدوار مازال ما وصلهمش الضوء، الدوار مازال ما وصلهمش الطريق، وكيلقاو معاناه يعني فاش كطيح الثلجه كتلقى المرضى ديالهم كيفاش كنهزوهم، كنهزوهم فوق الدواب ولا فوق التراكسور، واللي ما عندوش دوك لي مويان يعني يموت تما، يعني هادشي راه خطير بزاف.